السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتي Learn and Apply. اليوم حضرت لكم مسمن معمر بحشوه رائعه جدا وعجين سهله اللي ما غتعكزوش عليها نهائيا. فما نطولش عليكم، دوزوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمسمن ديالي استعنت بعجينه 10 دقائق اللي غتلقاوها الرابط ديالها في صندوق الوصف. فبالنسبه للمرحله الاولى كناخذ زوج الكؤوس من الدقيق الابيض اولا الفص، مع زوج الكؤوس من الماء الدافئ اللي كنذوبوا فيه ملعقه كبيره من الخميره. بالنسبه للكؤوس كنعبر بكاس العنبه قياس 100 ملغرام، كنمزجوا الخليط جيدا حتى كنحصلوا على عجين، وكنتركوها ترتاح لمده 10 دقائق. هذا هو شكل العجين بعد ما خلطناه. كنغطيه بلاستيك غذائي ثم بمنديل، وكنخليه كما قلت لمده 10 دقائق حتى كترتاح العجين على خاطرها. من بعد ما كنحلو عليها كنضيف ليها كيس الكؤوس من الدقيق الابيض اول الفص، كيس العنبه، ونصف كاس من الزيت النباتيه، وكنجمعو العجين. كنحصلو على عجين متماسك كيف ما كتشوفوا. انا ضفت ليها قليل من الدقيق الابيض اول الفص من الفوق. الان غادي نحاول اننا نقطعوا العجين الى قطع صغيره باش هكذا كيسهل علينا التعامل معه، ثم كنكوروها الكويرات صغيره على هذا الشكل. كنصبوا القليل من زيت المائده في اناء صغير. هاد الزيت النباتي هي اللي كتساعدنا باش كنشكلوا الكويرات كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنوضعوها في بلاطو صغير اولا في اناء، ثم بعد ذلك كنغطيوها بلاستيك غذائي حتى ترتاح لنا العجين على خاطرها. كنخليوها لبضع دقائق حتى كتخمى واحد شويه. هكذا كيخرج لنا مسمن رائع رطب ومفشفش. ثم كندهنوا سطح العمل بالزيت وكنبداو كنقرصوا الكويرات ديالنا. كنستعملوا كما قلت لكم دائما بالزيت النباتيه. كنحاولوا اننا نسمحوا العجين على هذا الشكل. كنقلبوها للجهه الاخرى باش هكذا كيسهل معانا وما كتلصقناش هي. في جميع الاحوال ما غاداش تلصق حيت دايري ليها الزيت النباتيه. ملي كنقمصوها من الجوانب بجوج كيف ما كتلاحظوا انا كنجر من الجناب والعجين كتبعني من الوسط. من بعد كناخذوا الحشوه اللي غتلقاوها في صندوق الوصف. هاد الحشوه ارتأيت انني ندير فيها الفيرميسيل وصدر الدجاج وقليل من الزيتون الاخضر اللي مقطع قطع صغيره، ربيع وتوابل. بالنسبه للتتبيله ما كنستعملش توابل بزاف، فقط القليل من الابزار، القليل من الملح، القليل من الخرقوم، والثوم الى بغيتو تضيفوه، او ربيع بطبيعه الحال. فقط هذه هي التوابل اللي كندير. اذا كما كتشوفوا كنجمعوا العجين على هذا الشكل. اذا هذه هي الحشوه اللي كنستعمل كيف ما كتشوفوا. اذا صفحت العجين مره اخرى وغادي نحط فيها الحشوه. يمكن لكم تعمروه باللي حبيتو حسب اختياركم. اذا كناخذوا قطعه اخرى كنسرحوها فوق سطح العمل على هذا الشكل. كما كتلاحظوا انا كنمشي بشكل دائري مع الجوانب والوسط كيتبعني لان العجين. كنحطوا الحشوه ديالنا في الوسط، كنغطيوه بالجانب الاول على هذا الشكل. انا درتو بالعرض البطيء، ثم كنضيفوا الطرف الثاني، ثم كنضيفوا الطرف الموازي. ولا لاحظتوا انا كنقلب المسمنه وكنديبها من الجهه الاخرى باش ما تبقاش لنا جهه رقيقه وجهه غليظه كيف ما غتلاحظوا معايا. دا كيما قلت لكم كنضيفوا الطرف الموازي على هذا الشكل، وكنقلب المسمنه للجهه الاخرى باش هكذا ما تجينيش كيما قلت لكم جهه رقيقه وجهه غليظه. فكنديبهم بشكل متوازي باش لقبصنا ما تخرجنا الحشوه من الجهه الاخرى. نصبح مسمنه اخرى قطعه اخرى،
هذا مع المسمنات ديالي على هذا الشكل حتى كنكملهم كلهم. اذا هذا هو الشكل ديالها بعد ما كنوضعوها على شكل مربع، وكنوضعوهم في لاطات الفرن وكندخلوهم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه. كنتكلم هنا على فران ديال الضو، يعني كل وحده وعارفه الفران ديالها كيفاش كتعامل معاه. بالنسبه للفران الضو كنوضع اللاطه لتحت ومن بعد كنهزها الفوق باش يتحمروا. اذا هذا هو العجين اللي تبقى لي. بالنسبه لهذا العجين ارتأيت انني نطيبه في المقلات باش هكذا كننوع شويه، يعني شويه مطيب بالزيت في المقلات وشويه في الفرن. وغنوضع فيها هاد المسمنات اللي كما قلت لكم تبقاو لي، غنطيبهم في المقلات باش كننوعو شويه. كندهنوا المقلات بالسيعانه بفرشات بالقليل من الزيت النباتيه. اذا فاش حطيتها في المقله كنسهل مزيان كما كتشوفوا على هاد الشكل، حيت انا كيعجبني المسمن المقله يكون زعما رقيق ما يكونش غليظ بزاف. وانا كنطيبهم دهنتهم باصفر بيضاء من الوجه الاخر فاش كنبغي نقلبهم، كيعطيو قرمشه هائله جدا. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو مقرمشين بطريقه رائعه ومشربينش الزيت بزاف. تاكلوهم بالصحه والراحه. وكنمروا دابا باش ندهنوا المسمن اللي غادي نوضعوه في الفرن. كنطرب بيضة، يمكن لكم تضيفوا معها القليل من الحليب، وخلط الجبن الأحمر مع الزنجلان باش يتجانسوا وما يبقاش لنا الجبن الأحمر بوحدو والزنجلان بوحدو. ثم كندبدبو من الفوق بالزنجلان والجبن الأحمر وغندهنو بهم المسمنات ديالنا. إذا كنستعنو بفرشات كندهنو بها المسمنة على الوجه ديالها بالبيض. يمكن لكم ديروا فقط اصفر البيض، عرفتوا كيتحمروا البنات كيجيو رائعين شكلا وقالبا، شوفوا فيهم كتشهيكم انكم تاكلوهم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجناهم من الفرن بعد ما تحمروا. قرمشه هائله البنات، يعني ما غتندموش على هذا العجين اولا على هذه الطريقه باش تصيبوا بها المسمن. الا كتلاحظوا اللون الذهبي اللي كياخذ المسمن ديالنا كيجي رائع جدا، يعني كيشهيكم انكم تاكلوه. الجبن الاحمر كيتخلط مع الزنجلان كيعطي مذاق ونسمه رائعه. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، تاكلوهم بصحه وراحه. ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ها انتما كتشوفوا كيجيو طيبين وشهاش. ها انتما الوجه الاخر، تاكلوهم بصحة وراحة. تعليقاتكم كتهمنا بطبيعة الحال. اذا انا متاكده غادي نصيبوهم مره وزوج وعشره ان شاء الله، حيت هاد الطريقه ما كتعكزكش نهائيا. بسم الله اكبر. واش هي طيبه؟